هاي شلون كيف قصتكم؟ طب انطلع اليوم بديكم مرض. شخصين هم يعني شخصين ما يستحون ما يخافون ربهم، وهم بنفس الوقت يعني حيوانات. هم يسوون زي قناتي ويتهموني وكذا، ونزلوا زي فيديوهاتي وعلمتهم يعني على فكرة. وانا شفتهم بعيوني سنتين يسمون قناتهم كبدة جيمينج، ولونا جيمينج. والله هذول دايما يتهموني ونزلون زي كل الفيديو اسوي ينزلون زي يكتبون زي العنوان اتوقع. وش اسمه ذا؟ ولا تروحون تسوونهم لايك او شير وانتبهوا. يعني وش احد يسمي كبدة ولا اندومي؟ لا مستحيل. يعني يتهموني يقولون لي انت تونة تراهم يعني يقربوا لي على فكرة. وغير كذا أنا أكرههم كره ما بعد أكره، لأن يعني هم يعني عيال خالاتي كلهم يعني، وتراهم يعني ما يستحون ولا يخافون ربهم. روحوا لهم على طول سووا لهم ديسلايكات، يعني لا تحطوا لهم، اكتبوا لهم يا المجرمين يا المتهمين اللي تتهموا الندى وتصادرونها، اكتبوا لهم كل شيء عادي. انا سامحت لكم، لو تسبونهم انا سامحت لكم، مو باهلهم انا سامحت. وعلى فكره ترى يجون ويرفعون على قناتي بلاغات وما ادري ايش، والله يرفعون على قناتي بلاغات ويسوون ديسلايكات، يعني ما يستحون ولا يخافون ربهم الصراحه. انتبهوا منهم ذول الاثنين ترى، يعني يمكن تسوون زي قنواتكم، انتبهوا منهم يعني. بس انا حابه اقول لكم كذا، يعني ما يخافون ربهم بسرعه. راح اسوي لهم ديسلايك، لا تحطوا لهم لايك ابدا، انتبهوا تراهم يعني يمكن يعني ياخذون اي قناه زي كاميليا. وبنفس الوقت جايز يعني انا خايفه، يعني قفطوا مني كاميليا وغلا جيمز، فانا خايفه يروحون كاميليا وغلا جيمز ويسوون زي قناتهم قنواتهم يتهمونهم. يعني لو يجون يسوون زي قنواتكم ارفعوا عليهم بلاغات كثيره، وادخلوا جوال امكم سووا بلاغ وسووا بلاغ. وبس هذا حبيت اقول لكم. و